السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى قناة رفيق الدرب، درس جديد بمستوى البابي لكتاب التمارين منهج اسطنبول. اج أشادكي جملدري أرنكتكي جيبي تكرار يا ظلم. لنكتب الجمل التي في الأسفل مثل الذي في المثال. أرنك مثال: أفا إلى البيت جللي تلفزيونون كارشسندان كالك ماضي. كالك فعل النهوض، ما نفي، د ماضي. لم ينهض ما نهض، هذا فعل ماضي منفي. لم ينهض من مقابل التلفزيون، من مقابل التلفزيون يعني من قدام التلفزيون، عم يحضر التلفزيون. منذ أن جاء إلى البيت، تمام؟ إذن ألي منذ أن جاء إلى البيت. هاي الجملة بنقدر نكتبها مرة تانية، تمام؟ نستعمل صيغة تانية لمنذ، نقول أبا قال دي اندمبري. منذ من الإي ملكية لهو، إنها حماية. منذ من أن جاء إلى البيت تلفزيون من كارس صندان كالك ماضي، ما نهض من مقابل التلفزيون. نكتب بصيغة ثالثة: أبا قال دي قللي، قال دي قللي كمان. منذ أن جاء هو إلى البيت تلفزيون كارس صندان كالك ماضي. طيب الآن الجملة هاي عنا بير أنونلا معه أركضاش أولالي بتون أركضاش لرمي كايبتيم. أنا فقدت أصدقائي. الما ملكية والآ بالإرتمة، علامة المفعول به المحدد للفعل كايبت. أنا فقدت أصدقائي كلن منذ أن أصبحت صديق معه. نرجع نكتبها بصيغة تانية، نقول أنون لا معه أركضاش أول، هون اللي نشتغل نحن أول. صيغة تانية لمنذ غير أولالي نقول أول دوك. هاي أول شيء ك تحولت لغة، بعدين منها ملكية مناسبة هو أنا، لسبب حطيت الملكية المناسبة أنا، بعدين حطيت دان، بعدين حطيت بيري، بعدين كملت بتون أركا داش لرم م كايبتم. كايبتم أنا فقدت أصدقائي كلن منذ أن أنا أصبحت صديق معه. طيب نقدر نكتبها بصيغة ثالثة، نفس الصيغة نكتب أنون، أنون الله نكتب الجملة، نعم، أركا داش أنون الله أركا داش. الصيغة الثالثة من الفعل أول، تمام، نستعمله بالماضي. هذا الفعل أول أول شيء سويناه ماضي وحطينا لاحقة شخصية للماضي، بعدين حطينا أولال. شايفين؟ Onunla arkadaş oldum olalı bütün arkadaşlarımı kaybettim. İstemelde sıgıt oldum olalı. Tabi şu fark bilme, nefs el-ma'na. Takriben نفس المعنى بس مو نفس المعنى 100%، تقريبا نفس المعنى. 2. ألمانيا جدلي بني هيج أرامضي. إلى ألمانيا، دولة ألمانيا اللي هي حماية، هون في كسمة إشارتي علامة القطع لأنه هذا اسم خاص. جدلي منذ أن ذهب بني هيج أرامضي. أرى فعل اتصال الما نفي والد ماضي. ما حكاني بني، بني أرامض. ما حكاني بنوب هيج منذ أن ذهب إلى ألمانيا. لها سبب، نكتب ألمانيا، منحط الكسمة إشارتي، نحط الياء حماية ونحط الآ إلى. جيت هون نغير فيها فعل الذهاب، إيش نقول؟ جيت، بعدين منجيب التيك وتحولت الكه لغه،
تمام. مين هو؟ له سبب حطيت الاي ملكية، لهو انه ذهب هو، تمام. حطيت الناحية ودا من وهيبري منذ. شو صارت؟ منذ من ان ذهب هو الى المانيا ايه منكمل منقول بني هيج ارى ماضي. شايفين شلون ارى ماضي؟ طيب نكتبها بالشكل الثاني، الصيغة الثانية، بنقول ألمانيا، كمان بنحط كاسمها إشارتي اللي هي حماية والآلة، تمام. نجي على الفعل الذهاب، أول شيء بنساويه بالماضي جيتي، واللاحقة الشخصية مين؟ هو، ما بنحط شيء بعد جيتي. بعد جيتي بدنا نقول من الفعل جيت نحط له ألي، بتتلين الد، تمام، ومنحط ألي جيتي جدالي. شايفين شلون؟ جيتي جدالي بني هيج أرى ماضي. نكمل عندنا تمارين. طيب تمرين ثلاثة، كان ديمي بلالي هرياز تعطيلا جدارز، نحن نذهب إلى العطلة كل صيف منذ أن عرفت كان ديمي بلالي، يعني من لما عرفت نفسي كان ديمي بلالي. طبعا الفعل كندي مي بالماك يعني مع كلام عرفت نفسي. شو عرفت نفسي؟ يعني وعيت على حالي. هون الآ والراء جني زمان. طيب هون كمان نفس الشيء، راح نكتب كندي مي بيل، هذا فعل العلم. هلا بدنا نحطه بالصيغه الثانيه، اول شيء بنجيب بيل دي، تحولت الكه لغ بيل دي، بعدين مين، تمام، نحن لسبب هم بلدي ميز، هاي الملكية بلدي ميز، ومنحط الدان من، تمام، وبعدين منحط بري، وبعدين منكمل هرياز كل صيف تاتي لا جدرز، تمام، بلدي مزدان بلدي مزدان بري، تمام. طيب يعني نحن نذهب إلى العطلة كل صيف من لما هون صار نحن حكينا عن حالنا جمع، عرفنا نفسنا. طيب بيصير نحكي عن نفسي، أنا أقول لحالي مثلا بدل ما أقول ميز، يعني بدل ما أحط ملكية لا نحن بحط ملكية إلي بلدي مزدان بري، يعني من لما وعيت على حالي نحن منروح عطلي، بيصير ما له خطأ. طيب أيضا صيغة الثانية وهي صيغة كمان منذ بالمعنى الثالث، كندي مي، كندي مي بالفعل العلم، صرفه بالماضي بالدي، وبحط له، تمام، حط له الملكي اللاحقة الشخصية بلدم، أنا بلالي بيل وألي. شايفين شلون؟ بلدم بلالي بلدم بلالي. ونكمل هرياز كل صيف تاتي لا جدرز، جدرز تحولت الته لده ولا وراقني زمان إذ نحن جدرز. طيب emekli olalı canım sıkılıyor منذ ان اصبحت متقاعد روحي تمل، يعني عبضجر عبمل بالبيت، canım sıkılıyor
لا سبب شو بقول أمك لي أمك لي متقاعد all بجيب الدوك هاي لاحقت الدوك الكهف صيغة والملكية المناسبة هي أنا all دوم والضن من وبري صارت أمك لي all دوم ضن بري جانم روحي سكل يور سكليور. طيب الصيغة الثالثة لمنذ نقول أمك لي all نصرفه بالماضي all do ومين أنا هاي لاحقة شخصية all them all شايفين شلون all them all أمك لي all them all تمام منكمل جانم سكليور سكليور بس yeni evimize taşınalı komşularımızın hiçbiriyle karşılaşmadık. نحن لم نتقابل ما تقابلنا هذا الما نفي قدام ماضي وكان نحن ما تقابلنا مع أحد من جيراننا كوم شو جار دار جمع المز ملكية نحن جيراننا والنا مضاف إليه هيتش بري هذا الإي مضاف نحن لم نتقابل مع أحد من أصدقاء من جيراننا الله منذ أن انتقلنا إلى بيتنا الجديد طيب نكتب يني evimiz إلى بيتنا الجديد طاشن هذا فعل الانتقال طيب هلا بنجيب الدك طاشن د تعوت الكالغة بعدين نحن اللي مع منذ أن مين انتقل نحن له سبب جيب ملكية نحن لاحقة شخصية أمز وبعدين بجيب الضن من وبعدين بجيب بري منذ من أن نحن انتقلنا إلى بيتنا الجديد كوم شو لرمز كوم شو جار لار جمع تمام الأمز ملكية والنا مضاف إليه هيتش بير يعني بنوب حطينا الإي مضاف للمضاف إليه الإن هذا حطينا اليا حماية بعدين حطينا اللا تمام وبعدين حطينا الفعل كارشة والفعل كارشة كلمة كارشة لحالها مقابل اشتقينا فعل مشارك كارشة لاش بعدين حطينا الما نفي بعدين حطينا الد ماضي بعدين حطينا اللاحقة الشخصية كنحن شو صارت هيك معنا الجملة ونقطة بالأخير نحن لم نتقابل مع أحد من جيراننا منذ من أن نحن انتقلنا إلى بيتنا الجديد الشكل الثالث تمام كمان نكتب يني إفيميز إلى بيتنا الجديد طاشن فعل الانتقال هون نصرفه في الماضي طاشن د تمام الله والله أكبر نكمل بعد الأذان نكمل تشندك حطينا الكاء لاحقة شخصية نحن ومنجيب الفعل مرة تانية بنكتبه تاشن وبنحط له ألي تاشن ألي تاشندك تاشن ألي تمام ونكمل كومشو لار وهي الملكية وهذا المضاف إليه هيج بير الإي مضاف ليا حماية ولا مع كارشة لاش شما دك نحن لم نتقابل مع أحد من جيراننا مع أي واحد منهم
منذ أن انتقلنا إلى بيتنا الجديد. 6. Bahar geleli havalar ısındı. الطقس هوالار الهوايات اسند سخنو دفيو يعني الصنمك فعل يتدفأ دفيو د ماضي. طيب منذ أن جاء الربيع نكتب نقول بهار الربيع قال فعل القدوم منجيب الدك لاحقت الدك لينت الكي وصارت بعدين منجيب ملكية مناسبة من القدوم فعل القدوم مين الربيع لسبب قال دي حطيت الاي مضاف بعدين بحط الناحي ماية بعدين بحط دن وبنحط بعدين بري قال دي دن بري منذ من أن جاء الربيع هولار اصند سخن الهوايات. طيب بالصيغة الثانية نكتب نقول بهار قال فعل القدوم من صرفه بالماضي قال دي مين مين فعل قدمة الربيع مع تلاحق شخصية هو مكتوب شيء قال دي بعدين قال لي قال دي قال لي هوالار الهوايات اصند سخنوا أصبحوا ساخنات دافيات يعني. شوف كمان إذا في عنا تمارين في عنا التمرين 7 في عنا كمان جملة 7 سرقي معرض آتشل افتتاح ألي منذ أون بيندن فازلة زيارة شي جالدي جاء زيارة شي زائر دان فازلة أزود من أون بين 10,000 منذ افتتاح المعرض. طيب منقول المعرض سرقي المعرض آتشل فعل افتتاح جبنا آتشلد بعدين بنشوف الملكية المناسبة. طيب مين مين المعرض هو حطينا ملكية بس الان حطينا الناحية معي بعدين حطينا ضن بعدين حطينا كلمة بري منذ من أن افتتح المعرض أون بين دان فازلة زيارتي قال لي تمام هاي الصيغة الثانية أول شيء آتشلدن بري والصيغة الثالثة المعرض سرقي آتشل هو هذا الفعل افتتاح من صرفه بالماضي آتشلد لاحقة شخصية هو آتشلد آتشل كمان بنكتبه مرة ثانية آتشل ألي آتشل ألي أون 10 بين 1000 دن من فازلة أزود طبعا هون صارت دن فازلة يعني بشكل أزود من 10,000 فعل القدوم جاء زائرين أزود من 10,000 منذ افتتاح المعرض. لهون انتهى درسنا أصدقائي. اليوم تعلمنا بهذا الدرس تمرين كتير مهم هو في صيغة منذ كيف نكتبها في الثلاث حالات. تمام؟ في الحالات الثلاثة كيف نكتبها. وكلها تتعاملنا مع أفعال وهي نقطة هامة جدا. كيف استعملنا منذ مع الأفعال. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة القناة مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.